السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شرحنا اليوم عن معرفة ما هي القصة الخاصة بالسناب شات وكيفية نشر مثل هذه القصة بطريقة بسيطة وسهلة، ولكن بتمنى منك يا صديقي إذا أعجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. بعد الدخول إلى التطبيق نتوجه إلى زر الملف الشخصي الموجود بالأعلى، وكما تشاهد ستجد القصة الخاصة موجودة هنا. فما هي القصة الخاصة؟ هي عبارة عن قصة تستطيع نشرها لعدد محدد من المستخدمين، تقوم أنت باختيارهم ولا تظهر لغيرهم من الأصدقاء. سنقوم الآن بإنشاء قصة خاصة بالضغط هنا، ومن ثم نقوم بإضافة الأصدقاء المراد إضافتهم إلى القصة الخاصة من خلال التحديد هنا، ومن ثم إنشاء قصة، ويمكنك التعديل على اسم القصة الخاصة، ومن ثم نضغط على حفظ. كما تشاهد يا صديقي ظهر خيار جديد في القصة وهو إضافة إلى قصة عبد الخاصة، نضغط عليها ونقوم بإضافة أي قصة خاصة، وهكذا لا تظهر القصة التي تنشر هنا إلا للأصدقاء المضافين مسبقا داخل القصة الخاصة، ومن ثم نضغط أرسل، وهكذا تم نشر القصة الخاصة. وإذا أردت حذف القصة الخاصة تضغط على الثلاث نقاط ومن ثم حذف القصة.